الدخل الداخلي. مشاهدي قوس قزح، وصلنا لفقرة بالهنا. فقرة بالهنا فقرة الصحة وعلاقتها بالتغذية، والليلة معانا أستاذة نفيسة عبد الرحمن. السلام عليكم أستاذة نفيسة. مرحب بك دكتورة إيمان، مرحب بكل المشاهدين داخل وخارج. الليلة هنتكلم عن موضوع مهم وهي القرفة. دايرين بصورة عامة نعرف القرفة موطنها وأنواعها. القرفة أصلا غذائيا معروفة عند كل العالم ومستخدمة كعشب أو كبهار. أصلا في الأصل هي شجر، نوع من أنواع الأشجار. من اللحاء الداخلي للشجرة أنا بطلع القرفة. يعني عندنا مثلا قدامي ده شكل شوية ناشف قديم حبة. في واحدة بكون شكلها ملفوف أو رولون كده، دي بتكون جديدة، لأن أنا لما أطلع اللحاء بتاع الشجرة نسبة الرطوبة بتاعته بتكون يعني عالية. مصدر الساق بتاع الشجرة ذات نفسه. أيوة الداخلي. الداخلي. يعني حتى في الساق بتاع الشجرة أشجار معينة بعوائل معينة. بتكتر أكتر، يعني أكتر المناطق بتكتر فيها سريلانكا بنلقاها، بعض البلدان الاستوائية أو أغلبية البلدان الاستوائية بتنمو فيها الأشجار دي. كل ما كانت القرفة رطوبتها عالية، كل ما كانت جديدة، وكل ما كانت المواد الغذائية بتاعتها يعني أخصب مما إنها تجف أو تكون قاعدة لفترة طويلة. يعني النوع الملفوف يعني أفضل في قيمته الغذائية من النوع بالضبط كده، أفضل من القدامي ده. أيوة ده بتلقيه بشكله عامل فيه لفة. أيوة لأنك لو لاحظت لما تجي، لو لاحظت إن الجار مع لحاة بتاع الشجر بتطلع ملفوفة. صح بس بالضبط. أنا لما نجي أطلعها من لحاة الشجر بتسمية معينة لعوائل معينة بتطلع ملفوفة، دي بتكون نسبة الرطوبة فيها عالية وبتكون أجود من يعني احسن جوده من القرفه من القيمه الغذائيه. تبدا نتكلم عن العناصر الغذائيه المهمه اللي بنلقاها في القرفه. الحديد. الحديد متوفر بكثره في القرفه. المغنيسيوم. بعض النسبه من الالياف. عندي تاني الزنك، والزنك من العناصر الغذائيه المهمه. وتقدري تركزي على الحديد والزنك، ده من اكثر العناصر الغذائيه، يعني المعادن فيه اكثر. بالضبط كده، الاملاح المعدنيه المهمه لصحه الانسان على راسها زول السكري. طيب في زي هاجس كده اساسي في استخدام مريض السكري للقرفه، احنا دايرين نشوف العلاقه الوطيده ما بين القرفه ومريض السكري، واحنا دائما في فقره بنهدي دائما الفقره لكل مرضى السكري بيكونوا منتشرين في كل البيوت، فدايرين نعرف العلاقه ما بين القرفه ومرض السكري. يلا ال- 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 العولمه والفيس والواتساب دائما بترسل مسجات عن كل حاجه ممكن تزيل الهاجس لمرض السكري. نعم. اول حاجه يعني رايي لزول السكري، انا دايما كلمه مريض دي ما بحب اقولها لانه هو اصبح متلازمه معه. نعم. او مرض مزمن. نعم. فكلمه مرض دي عشان ما تبقى شكلها سخيف، والحبوب والحقن والانسولين، فبنقول لزول السكري. عاده ما يشيل هم ابدا لبرنامج ارتفاع السكر، ويجري لي ورا الحاجات اللي انه والله القرفه دي حتروح لك السكر نهائي، والله الحرج اللي ده بشيل. لا، لازم اعرف بانه طيلة ما في خلل داخل الجسم نحن ندرج على اساس اننا نعمل ضبط للسكر داخل الجسم اكثر من مشنو من نقول خلاص راح مننا. القرفه دي بالمناسبه يعني على حسب الدراسات اللي اتعملت فيها خطيره جدا بالنسبه لمرض السكري. نعم. الخطوره في شنو؟ اذا كان فحص السكر عندي عامل مثلا بعد الاكل 200 ملي جرام لكل ديسيليتر في الدم. نعم. الجهاز عندي فحص كده، اول ما اعمل فحص كده ايوه بتنقص السكر بنسبه 30%. نعم. لو جيتي حسبتيها ضربتي في 30 وقسمتي على 100 بتيجي تلقي عندك 60 ملي جرام بالديسيليتر بعد ما يتناول. يعني بدل 200 بقى 140. بقى 140. طيب. نعم. فرضنا انه الزول ده كان متحرك كثير وبيمشي مسافات كثيره وما اكل كويس. نعم. كويس، لا اخذ انسولينه وتحرك كثير ومستوى السكر في دمه 140 وما عارف، وجاء على حسب التوصيات اللي بيسمعها بانه القرفه كويسه بتنقص السكري، كبلي ملعقه 10 ملي جرام 10 جرام عفوا المقاس الكبير 10 الملعقه الصغيره دي عامله 2.5 تقريبا. ده لو ما 3 بشيله مسحونه، وطبعا انا بفضل انها ما تكون مسحونه، يكبها على المويه ويشربها نتيجه للتوصيات السميعه في احد الصحف، احد اللي انه القرفه كويسه للسكري. نعم. تعال انقص منها الرقم اللي قلناه، ممكن تحصل له هايبوغلاسيميا او تحصل له هبوط شديد في السكري، نبقى فيه ثاني نرفع السكر كيف. فتوصيتي لي انه دائما الاعشاب اللي بنوصي بها لانها بتخفض السكري، انت لازم تعرف معدل السكر في دمك كم، دي نمره واحد. نمره اثنين، ما اي كميه، يعني انا مثلا اللي بتخفض لي بنسبه 30% دي 6 جرام، 6 جرام دي تقدر المعلقه دي مرتين او مرتين وشويه.
المعلقة ما بين الكبيرة ودي دي أنا بشيلها وبعمل كالآتي. يعني أنا داير كل مرة السكر يسي لاحظ لي بنسميها الملعقة الممسوحة، بمسحها كده بشيلها وبمسحها بحذر كده. الملعقة الممسوحة دي أنا ممكن لمرض السكري إذا عارف روحه الصباح سكري 300 شرب على الريك، دون ذلك تبقى في خطورة لأنها بتخفض السكري كثير. في ناس مرضى سكري بيكونوا يعني مثلا مناديب مندوب بتاع مبيعات حركته كثيرة، أو زول أصلا قلق حركته كثيرة، أو طبيعة عمله ما بتخليه يكون قاعد في مكان واحد. والعكس صحيح، يلا اللي بيكون قاعد في مكان واحد وعارف نفسه إنه سكري وممكن يكون مرتفع من خلال الوجبة اللي تناوله، أكل مثلا باسطة أثناء ما قاعد في الكمبيوتر بتاعه، ده لما يجي يكب ملعقة بتاعت 6 جرام من السكر بيكون في نسبة من الاطمئنان لخفضه. لكن دائما نصيحتي إنه أفحص السكر بالأول حتين بعد ذاك تتناول القرفة. في ناس مثلا أنت بتمسك لك 3 عيدان تقول لك ديل 3 عيدان الصباح وكلهم وانت طالع خفض لك السكر. طيب هو السكر معدله كم؟ لازم أقيس في الأول. أنا توصيتي بالنقطة دي مهمة شديد، يعني ما ألعب بروحي عشان أقوم يجيني هبوط في السكر. أو إذا أنا عارف واثق بمعدلات ارتفاعه نتيجة للخبطة الأكل حتين بعد ذلك أخدم لعود أو عودين مع التأكد من فحص. طيب في بعض من المشاهدين هيفهموا غلط، إنه يفهموا معنى الكلام ده إذا كان بنقص 30% من قيمة السكر الموجود في الدم إنه أنا ممكن استعين به كعلاج أساسي وأخلي الأنسولين وأخلي لا أبدا يعني. أبدا هو مساند أو مساعد للعلاج الأساسي. هو الفكرة العامة لأي مادة غذائية سواء كانت عشبية أو غيرها بطيئة في المعالجة. يعني أنا أبدا ما أقدر أقارن الأنسولين بالقرفة. ودي من الأخطاء اللي بنلقاها في مواقع التواصل. ما يعتمد على الأنسولين، هيعتمد على القرفة والحاجات الطبيعية في الجرفة. لو لاحظت مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك القرفة تخلي لك السكر ما في. أبدا ما هو أنسولين بيطلع من البنكرياس. إذا لازم أنا أعرف مدى نشاط البنكرياس قدر كيف، لكن أبعد عن العلاج تماما سواء كان حبوب أو أنسولين واحتمد على القرفة كده معناته أنا خليت يكون في زبزبة في معدلات السكر عندي، ودي من الحاجات الخطر الممكن يلاقيها زول السكري. يعني وصية أخيرة لسيد السكري لاستعماله للقرفة. الزنك حاجة مهمة، الحديد حاجة مهمة. أنصح بأنه دائما القرفة تكون موجودة في البيت، دي نمرة واحد. نمرة اثنين الزول المصاب والما مصاب بالسكري، الزول المصاب والما مصاب خصوصا انه بنشط الدورة الدموية. بيقلل من آلام الطمس، بينظف الرحم للمرأة في حالة نفاس. يعني هي مزايا كثيرة شديد. احنا ركزنا على زول السكري. مادة الزنك ومادة الحديد من الحاجات المهمة ليك كزول أطرافك النهائية ممكن تحصل فيها مشكلة. فلازم تكون هي رفيقة موجودة. بعد ذاك التأكد من فحص السكري مع وجود القرفة الصاحي، دي بنسميها صاحي، يعني بتكون مسحونة. وما تهمل، يعني ما تقعد في البيت شهرين ثلاثة كل 5 يوم حتى تشيل منها يومي، واخذ حصتك اللي انت محتاج لها منها. دي وصايا مهمة لكل المشاهدين، انه احنا المعلومة لازم تكون من مصدر موثوق به. يعني ما اي حاجة تجينا عبر الوسائط المختلفة نمشي طوالي عليها ونتبعها، لازم يكون لكل مريض سكري اخصائي تغذية ملازم له للطبيب اللي هو بتعالج عنده، لانه التغذية العلاجية أصبحت جزء أساسي من العلاج لكل مريض بتاع السكري. دي كانت وصايا أستاذة نفيسة، ويا ريت لكل الناس مريض السكري يتبعوها في إنه القرفة ترقص لنا 30% من معدل السكر في الدم، وما نستهون بها أبدا وما نكتر منها قبل قياس معدل السكر في الدم. شكرا لحسن متابعتكم، فقراتكم لسه مستمرة بعد الفاصل.